بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم فيض الوطن، وطن العزة والشموخ، كيف لا، وهو الذي وهبنا الهوية والكيان. إذن ندعوكم مشاهدينا معا نقلب صفحات هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. عندما تشرق الشمس على جبين هذه الأرض السمراء يولد حلم جميل على أنغام المستقبل. إن شاء الله يصير العمل وفق مخطط له ويكتمل العمل إن شاء الله سبحانه وتعالى برضا تام من المواطنين وتعم فائدته أولا للمواطن المتأثر وبعد ذلك للمنطقة. يحمل معه علام فخر ونماء. بعد اكتمال السد هذه تحدث انقلابا اجتماعيا وانقلابا اقتصاديا وانقلابا يعني في تنمية الخدمات في هذه المنطقة. إن شاء الله يكون واحد من أعمدة الاقتصاد السوداني وواحد من أعمدة إزالة الفقر. لتنهض حياة جديدة فيها ترسم خطوط معقدة وتتشكل زوايا دقيقة، وما بين الخطوط والزوايا تتشكل معالم جميلة، معالم لصرح هندسي عملاق وامتداد لمشوار طويل من العطاء المتواصل. طفرة جديدة ونلقى فيها حواشات ونلقى فيها الكهرباء ونلقى فيها أولادنا يتمتع بالتلفزيون. برحب بالسد ليه؟ لأنه طبعا الناس بتتوقع فوائد اللي هي خدمات تعليمية وخدمات صحية وسفنة الطرق وكهرباء. إنسان المنطقة دي يمكن تفعل خير بقيام السد ده، وكله ما شاء الله يعني ربنا يتم الخير بزيادة إن شاء الله الحمد لله. مجمع سدي علي نهر عبره وستيه الحلم الذي مشروع مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وستيت خطوات متناسقة في مختلف القطاعات. مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وستيت بشرق البلاد يشهد تواصلاً للأعمال في مختلف القطاعات الترابية والردميات والأعمال الخرسانية في تناسق تام ومتابعة دورية من وحدة تنفيذ السدود. مدن إعادة التوطين هي الأخرى بدأ العمل فيها حتى تكون البديل الأفضل والمناسب للمواطنين المتأثرين من قيام سدي أعالي نهر عطبرة وستيت. ولما كان الإنسان أساس التنمية فقد قامت مفوضية الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود بالتعاون مع منظمة الدعوة الإسلامية بعمل دورة للدعوة والإرشاد لأئمة المساجد والشيوخ ورجال الإدارة الأهلية بمحلية الفشقة، وقد تم توزيع عدد من المصاحف وكتب الفقه والدراسات الإسلامية للدارسين في هذه الدورة. الحمد لله رب العالمين، الآن بدأت بالتعليم الديني والركم والسيرة والركم العبادات وركن الفقه، وكلفوكم بتبليغ هذه الدعوة لأخواننا المواطنين في غراهم وفرقانهم وأحيائهم. أولا حقا نشكر الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا مسلمين، ونشكر الله سبحانه وتعالى أنه اختاركم كأئمة وعلماء تؤدوا الرسالة وتبلغ عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يجتبي من عباده. ما كل الناس ربنا تكليف عام للتبليغ، تكليف عام في الدعوة، لكن الزول بيستقطع من وقته وبقنب عشان ياخد درس عشان يستفيد عشان ينقل الكلام ده لغيره لأهله لأسرته لعشيرته لحيه، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
من ناحية أخرى، تواصلت الزيارات التعريفية لمجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتات لعدد من الجامعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. من أهداف الزيارة اللي هو الوصول إلى مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتات، وهذا المشروع العملاق، المشروع الضخم الذي زع الصيت عنه والحديث عنه بصورة كبيرة جدا جدا، وكما يقولون ليس من سمع كمن رأى، وبالتالي الآن نحن على الوقوف الميداني على هذا الصرح الاقتصادي الشامخ بصورة يعني عظيمة جدا، يعكس مدى عظمة هذا البلد، وأيضا ممكن يحكي مدى عظمة هذا المشروع الاقتصادي الذي نتوقع أنه يكون له إسهام كبير جدا جدا في الجانب الاقتصادي لهذه المنطقة، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي لسكان هذه المنطقة وبل سكان السودان بصورة أجمع. طلاب جامعة كردفان وجامعة كسلة وجامعة الجزيرة وجامعة كالري قسم الدراسات العليا وصلوا زياراتهم الميدانية لموقع السد من أجل ربط الدراسة النظرية بالعمل الميداني الذي يتواصل في كل القطاعات الهندسية. نحن طلاب كلية الدراسات العليا ماجستير الإنشاءات جامعة كالري، الآن في زيارة لسدي أعالي عطبرة وسيتات. حقيقة نحن والله الحمد لله رب العالمين، يعني جينا للزيارة دي وما كنا مفتكرين إنه حجم العمل وصل هذه المرحلة. حقيقة أنا ما رأيت في فترة سابقة، سمعت إنه تغيير مجرى النهر، افتكرت إنه دي بداية المشروع، لكن الآن والمشروع وصل هذه المراحل المتقدمة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونشكر كل الإخوة القائمين على المشروع، الإخوة في وحدة السدود على هذا العمل الطيب، وهذا ديدنهم كما سبق في سد مروي وتعلية خزان الرصيريس، وهذا العمل الذي يعني سوف يعود على السودان بالنفع الكبير إن شاء الله. القطاع الرياضي هو الآخر شكل حضوراً في مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتات من أجل الوقوف والتعرف على سير العمل وأهمية قيام هذا السد. زيارة لسدي أعالي سيتات وعطبرة بتأتي في إطار البرنامج المصاحب لفعاليات بطولة الأندية القومية التي استضيفها ولاية القضارف في الفترة من 23 إلى 29 مايو 2013. حقيقة ان احنا يعني قصدنا من وراء الزيارة ان الناس تتعرف على المنشآت الكبيرة بولاية القضارف، وباعتبار انه برنامج السد هو مشروع ضخم جدا جدا يمثل احدى المشاريع التي تنفذ في ولاية القضارف، باعتبار انه الرياضة ايضا يعني تخدم اغراض مهمة جدا وهي التعريف بالبلد نفسها. يعني المرأة السودانية التي ظلت مشاركة في كل الفعاليات في مجتمعنا ها هي تقف من خلال الاتحادات والروابط على سير العمل وتشارك بحضورها في مواقع العمل الميداني في مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتات. أميرة دروب إيلا محلية الفشقة، أمانة المرأة محلية الفشقة. في البدء نرحب ترحيب حار بإخواتنا الغادمات من كسلة، ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وألف مرحبا بكم في مدينتنا العامرة بوجودكم إن شاء الله. وإن كان زيارتهم للسد فإنها زيارة حقيقة زيارة ذات نتائج مرجوة، لأنه نحن أهل البلد نعلم تماما قبل السد وما بعد السد، وعليه فإننا نشيد إشادة بالغة بإخوتنا الغائمين على أمر هذا السد، وأولادنا السودانيين الذين طفروا طفرة لم نعلم مداها إلا عندما رأينا السد ورأينا إنجازاتهم، وربنا إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتهم. وهكذا تواصل وحدة تنفيذ السدود مشاريع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد من أجل وطن يشمخ بجهد أبنائه الأوفياء. ولاية جنوب كردفان تشهد اكتمال العمل في عدد من الحفائر استعداداً لخريف هذا العام. وجوه الأطفال التي ترنو إلى المستقبل تسعد وتكسوها الابتسامة والتهليل والتكبير ببداية العمل في مشاريع حصاد المياه التي تنفذها وحدة تنفيذ السدود في كل أنحاء البلاد. الآن ابتدينا ننفذ بعض المشروعات ونستفيد
من بعض التجارب والخبرات. الحفير بيكون دائما موجود فيه فلتر اساس انه تكون المويه منقيه ومفلتره حتى وانه يستفاد منها المواطن بصوره ممتازه جدا. ولايه جنوب كردفان شهدت اكتمال العديد من الحفائر حتى تستقبل مياه الامطار لخريف هذا العام من اجل الاستقرار لعدد كبير من مواطني الولايه والتي كانت تعاني من العطش في اجزاء واسعه منها. اخيكم علي محمد كوكو بمنطقه بريوس. الان نحن كنا منعين من العطش وبنرجع لمسافات بعيده، يعني مسافه 9 كيلو في المحل اللي جيت منه، محل المحليه دي. ونتمنى من الله التوفيق، اخواننا دي جونا هنا ونفذوا المشروع والحمد لله رب العالمين، يا هو واضح ايديكم. ونتمنى من الله التوفيق وربنا ينزل لنا غيث مباركا ويمن لنا بالحفير. حفير برجوس بسعة تخزينية تبلغ 70,000 متر مكعب اكتمل العمل فيه وهو جاهز لاستقبال المياه حتى يكون خير هدية تقدم لأهلنا في هذه الأنحاء. القرى المتناثرة في ولاية جنوب كردفان يتفاءل مواطنوها بعد قيام مشروعات حصاد المياه. رسالة فرع عبد الرازق من منطقة الأوضة. والله احنا المشكله المويه دي تعبانين جدا جدا، يومين احنا ما بنستحم والمويه في الشراب عطش شديد. والله احنا نسلف المويه من الجيران، لو المويه جات لازم نرجعها، لو ما رجعناها ثاني ما في تامل. والله عشطانين شديد مره واحده من بالذات في المويه دي، لكن بس الحمد لله ربنا رزقنا بالحفيره دي، الناس شغالين ربنا يساعده. معتمد محليه التضامن ظل يشارك مواطنيه فرحتهم بإكمال مشروعات حصاد المياه التي تنفذها وحدة تنفيذ السدود في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وأنا يا جماعة باسمكم وباسم أبنائنا وباسم الأطفال الصغار ديل وباسم أخواننا وأخواتنا أمهاتنا التعبانات في المياه، نحن نرحب بأخواننا ديل يا جماعة، نرحب بأخواننا ديل في إدارة السدود، أخواننا في إدارة السدود وإدارة حصاد المياه، وعلى رأسهم أخونا عمار وأخونا الباشمهندس علي والإخوة في الشركات المنفذة أخونا عبد الحافظ جزاه الله خير وأخونا الباشمهندس الاستشاري والزول البرسم الخرط والبرسم الخطة وأخواننا المهندسين. نحن نقول لهم هنا مرحب بكم إن شاء الله، وديل هن ناس الحفيرة. ونحن ماذا يا جماعة كلامنا زينا، قلت لكم نحن وقت الكلام بيجي، نحن ناسي ما دارين كلام، دارين أفعال، لكن إن شاء الله. هو قبلي هو جبال قال أنه الحفيرة دي منطقة مهمة ومنطقة فيها زراعة ومنطقة فيها ثروة حيوانية ومنطقة بتاع الدخل، لكن نحن عندنا في الحفيرة أهم من ده كله. لا 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 ما أتصام، نحن عندنا أهم من ده كله في الحفيرة دي، لا عندنا إنسان المنطقة، إنسان الحفيرة ده هو الزول، شفتوا؟ عندما تشرق الشمس على جبين هذه الأرض السمراء يولد حلم جميل على أنغام المستقبل. إن شاء الله يصير العمل وفقكم وخطط له ويكتمل العمل إن شاء الله سبحانه وتعالى برضا تام من المواطنين وتعم فائدته أولا للمواطن المتأثر وبعد ذلك للمنطقة. يحمل معه على مفخر ونماء. بعد اكتمال السد هذه تحدث انقلابا اجتماعيا وانقلابا اقتصاديا وانقلابا يعني في تنمية الخدمات في هذه المنطقة. إن شاء الله يكون واحد من أعمدة الاقتصاد السوداني وواحد من أعمدة إزالة الفقر. لتنهض حياة جديدة فيها ترسم خطوط معقدة وتتشكل زوايا دقيقة، وما بين الخطوط والزوايا تتشكل معالم جميلة، معالم لصرح هندسي عملاق وامتداد لمشوار طويل من العطاء المتواصل. طفرة جديدة ونلقى فيها حواشات ونلقى فيها الكهرباء ونلقى فيها أولادنا يتمتعوا بالتلفزيون. برحب بالسد
ليه؟ لأنه طبعاً الناس بتتوقع فوائد اللي هي خدمات تعليمية وخدمات صحية وسفنة الطرق وكهرباء. إنسان المنطقة دي يمكن تفعل خير بقيام السدة. وكله ما شاء الله، يعني ربنا يتم الخير بزيادة إن شاء الله الحمد لله. مجمع سدي علي نهر عبرة وستيت، الحلم الذي برفقتكم مشاهدينا قلبنا صفحات هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. وحتى جديد الملتقى في أعداد قادمة، لكم منا خالص التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.